الله صباحكم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم. إبراهيم إدريس معكم في تقديم هذا البرنامج ملامح في الذاكرة الإريترية، الزمان والمكان وما بينهما. أستاذ إبراهيم، وقفنا في بين مؤتمر أدوبحة ومؤتمر عواتي، وأطلقنا بعض النقاط حول مؤتمر عواتي. هل جمعتنا حول أجواء هذه المؤتمرات أو هذا المؤتمر الممتد إلى أن نصل إلى المؤتمر الوطني الأول؟ أيه، شكرا. هو المؤتمر عواتي يعتبر تمهيد للمؤتمر الوطني الأول يعني، ويمكن بشكل مسكر لأنه كان من جيش التحرير فقط، وفيه كان ضمن المناقشات اللي كانت فيه مثلا الخلافات وقتها خلاص معلنة وموجودة، قوات التحرير الشعبية في المنطقة نفسها اللي نحن عاملين فيها اجتماع كان موجودين، أبو طيارة ومحارد بساعي، لأنه من سدوح عيلة هم ما مشوا مع الناس عمره، بل بالبحر وصلوا الحدود السودانية ودخلوا هنا موجودين، وفي العوبليين. وعشان كده الناس كانت تناقش في أنه لابد من عقد مؤتمر، وأنه محاولة كل الناس تشارك في المؤتمر اللي جاي ده، من اللي برا من الجبهة ولا اللي موجود فيها يعني. وفي نفس الوقت يعني أدوا اللجنة التحضيرية الضوء الأخضر يعني في أن هي تبدأ عملها. وفعلا نحن من مؤتمر عواتي اللي أساسا يمكن أخذ قريب الشهر بين كر وديبة، بعدها اللجنة التحضيرية اجتمعت وقسمت نفسها إلى عشان تغطي كل الساحة الإريترية. زي ما ذكرت كمان كان في مجموعة المؤتمر من المساعدة للجنة التحضيرية، وهنا أنا كلفونا أن أنا أمشي لمناطق سمهر اللي فيها قوات التحرير الشعبية ووصل في ناس النت، وأدعو الجماعة الموجودين هناك لحضور المؤتمر يعني. وفي الوفد اللي كان في الأول كان عدد يمكن حوالي 9-8 واحد، اللي هم المناضل إبراهيم محمد علي، المناضل أحمد ناصر، المناضل صالح شومس، المناضل صلاح الدين، المناضل مصطفى عبده، المناضل صالح علي شيخ اللي هو صباح الخير، وأنا عبد الله سليمان ما كان معكم. عبد الله سليمان ما كان معكم. عبد الله سليمان سوري كان موجود. بعدين نحن في اللجنة التحضيرية من الكل ده كانوا 2، إبراهيم محمد علي وأنا مكلفين. أيوة لا أداء لجنة تحضيرية، لكن أيوة. التانين مجموعة المؤتمر هم. ماذا تعني مجموعة؟ مجموعة المؤتمر كان سموه كونوها من الكوادر اللي تساعد اللجنة، سميها اللجنة المساعدة. لجان مساعدة. أي لجان مساعدة هي، لكن وقتها كان اسمها مجموعة المؤتمر. أساس ومجموعته في هذه المرحلة، وعوبل من ناحية أخرى، مين القوة الثالثة اللي كنت فوق؟ قوة التحرير الشعبية. قوة التحرير الشعبية كمجموعة. أيوة. مين القيادة في تلك المرحلة؟ بتاعنا من؟ عمره كان. بتاعنا عمره أساس. أيوة. عثمان عجيب أو أيوة. آدم صالح. جماعة سؤال عرضي. في قيادة الحزب وتأسيسه
وفي المفوضية السياسية اللي جات من الصين لتوجيه العمل السياسي في إريتريا كان معاهم أحمد آدم عمر. أحمد آدم عمر كيف انتهى به الحال من أنه كان متوجه معاكم نحو خط ديمقراطي سياسي عمل حزبي إلى أنه ينتقل من هذه الجبهة إلى جبهة العبليين؟ دي ما أقدر أنا أفسرها، لكن اللي بعرفه أنه هو كان أول سكرتير للحزب بعد أحمد محمد علي عيسى، كان أحمد آدم عمر. بعدين آدم صالح شيدلي ومحمد أحمد وعثمان عجيب وهو معاهم ديل بقوا هم المؤسسين بتاع عوبل أو قيادة عوبل. يعني كيف تحول من ده للاتجاه ده ما بعرف أنا. قيادة عوبل هل معناها كان تنظيم كما يقال أنه هو تنظيم بعثي أو كان تنظيم؟ لا ما كان تنظيم بعثي، لأن البعث وقتها ما كان عنده وجود. هم يكون كلهم أبناء بركة أو أبناء البن عامر، يعني تقدر تقول بالواضح يعني يتجمع مع بعض. ديل ما كان مهمتي أنا، اللي كانوا في المنطقة دي هم ناس الشهيد عثمان قبر. نحن اللي مشينا هناك زي ما قلت اثنين على لجنة حديرية والباقي مجموعة مؤتمر. لفينا على الجماعة دي في الأول، طبعا قابلنا مسفن حقوس في كان اسمه داغري او زاغري، صالح شوم اللي كان معاه في الدوره في الصين قال لنا ده هو مسفن حقوس. انا ما بعرفه لكن يمكن البقيه يعرفوه كلهم لانه كانوا قبلي، انا اللي جاي من برا. ولما جينا معانا صالح شوم ابراهيم محمد علي وانا قلنا له احنا من اللجنه التحضيريه وندعوكم ل حضور المؤتمر. هو طبعا قال قزيب اللي ينكز دارهم مساهم، احنا مشغولين قال بمعركة واسمها. ونحن قلنا له المعركة انتهت اللي كنت انت الصباح اسمها عملت فيها، والقضية اللي نحن جايين من اجلها قضية كبيرة يعني المفروض يكون عندك اسمها. لا رفض رفض. ونحن رجعنا لأجناد، من أجناد في أجناد لقينا محمد عثمان العفري واستشهد الله يرحمه. فقلنا له نحن من اللجنة التحضيرية وعاوزين ندعوكم لحضور المؤتمر وحل مشاكلنا من داخل المؤتمر وكذا. قال لنا أنا الفكرة كويسة لكن أنا عدو واحد من القيادة. عمره ما كان معهم؟ لا لا عمره في قدم كان قدم. وده في عشومة يعني. أيوه. بيدين احنا محمد علي مع محمد عثمان انتهينا. وبعد كده اتفقت معهم في الطريق يتصل بيكم بيها؟ المهم احنا قال هو انا حرفع التقرير للقياده. ايوه بس ما قال ما في شكل ما في. ايوه هنا اللجنه. ايوه اللجنه اللي كانت موجوده بعد يومين ابراهيم محمد علي وصالح شوم وعبد الله سليمان و أظن مصطفى عبده ديل مشوا، لأنه إحنا أصلا كنا مكلفين مع لقاء أول نلتقي بديل، لكن عندنا مهام تانية اللي هي إجراء الانتخابات في مناطق رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 في فيها الجيش. في الفترة دي لسه ما كان اسمها رقم 5 و 6. أيوة التقسيم الإداري كان بعد المؤتمر الوطني الأول. ايوه بعد صح. المؤتمر كان ايوه طيب. ايوه في المهم هم ناس مكلفه ب انه في الجيش لو الوحدات الموجوده في حوالي شعب ومايقوله ولابا ومن هناك تلف على افعبت وبعدين
تطلع منسع في رورا منسع برضو، كان في وحدات وفي جماهير ايوه نجد. كان عشان كده قال يا اخي بدل كلنا نتعطل انتوا استنوا هنا وشوفوا النهاية مع الراجل ده ونحن حنمشي، ومشوا فعلا. سؤال عرضي بسيط، ايوه لما بتمشوا انتوا بتعملوا انتخابات للجان، في لجان، في لجان فرعية في اصلا. لجان فرعية، ايوه اساس القاعدة بتاع تمثيلهم على اي اساس؟ او النسب كيف كانت؟ النسب كانت محددة، يعني مثلا من كل قرية تقريبا ما عندك الاسمية بتاع عددها، يعني القرى بتاعنا مختلفة هي يعني، لكن نفرين من كل ما اسمية كان. طيب نواصل في الكلام. أيوة أيوة. فنحن فضلنا هناك الشهيد أحمد ناصر وأنا فضلنا في عشان نقابل لازم السياس، ودوخونا 7 دوخات زي ما يقولوا المصريين يعني. أساس سلف نانزنت. أيوة سلف ناس النت. يمكن أنا وأنت عارفين سلف نانزنت، المشاهد الكريم أيوة يمكن ما يعرف سلف سلف نانزنت. مين ناس هم النت سلف هم نانزنت؟ المجموعة بتاع السياس اللي كانت انقسمت، وديل مسمين نفسهم سلف ناس النت أو بالعربي معناها ايه سلف نانزنت؟ تنظيم الاستقلال او تنظيم الحريه يعني ايوه سيلفي. سلف نانزنت. ايوه ايوه يعني زي ما تقول سلفين ناس النت يعني من اجل الحريه. ايوه ايوه حزب من اجل الحرية. ايوه ايوه نحلة من لفينا في المكان ده من مكان لمكان، مثلا من أقناد مشينا بحر بارة، ومن بحر بارة وينا، من وينا دبر معر، ما في. ده كله في البحث عن أيوة الأساس. البحث عنه، لما نلقى منهم واحد يقول لنا لعليك بسايز له، طلعنا دبر معر جبل تطلع تقريبا في ساعة، هناك لقينا الفسيلة بتاعت سلف ناس النت، وهي الفسيلة الوحيدة ما عندهم غيرها يعني، هو جيشهم كله فسيلة كان. فصيلة. أيوة فسيلة بس، طيب معلش كم وثلاثين للمشاهد، نفر الفصيلة كم عددها؟ حوالي 30 واحد. 30 نفر. أيوة يعني فيها 3 مجاميع، وكان يرأسها واحد منادل اسمه زمكيل. زمن كيل. زمكيل أيوة. وزمكيل ده بعد فترة خلاهم وسلم إثيوبيا، وبعدين وهو مع إثيوبيا أظن هو حاربهم اغتالوه ولا مات في معركة ما بعرف، مات المهم ومضروب هو عينه واحدة. فلما جينا هناك وقلنا لهم نحن من اللجنة التحضيرية وسياس نزلونا أبيل سياس كبسال له يترقبون يخم كده واسمه. بعدين ونحن في مرتكزين يعني، ما انا معانا نحن 2 مقاتل، واحد سليمان عبد الرحمن ملقب بكلاي والثاني اسمه ازاز، وده عنده بندقية تشيكية والثاني عنده بندقية كان يسموها ناتو في الاسمية دي، ناتو. لأن السلاح ناتو كان. ناتو. أيوة لأنه طويل وتقيل ولمسافات بعيدة كويس. وديل كان الفسيلة دي طبعا احنا مرتكزين ونتكلم مع زمكيل، جانا واحد اسمه أبرهات أبرهان عند برهان اسمه، مسك الكلاشينفو في راسي كده يقول لي ده محواتنا نحن بكلاشن هنا نوصوه بقبائي بأخي باي وصيني. أنا قلت له ترى محواتي أحوات كاتب نزلوها أحواتنا يوم عشان نحن يقدسونا مهتمين بالمسألة معلش دي. عشان المشاهد يفهم، دم أخواننا، دم أحوالنا يعني نحن ما أخواننا مش نعيد بالدم. أيوة ما مو بالاسم بالكلاش نطلعه. أوكي وأنا قلت له فإجابتك كانت أنه ايوه دي اخو دي الاخوان هم، ونحن جايين عشان نحل الاشكال يعني. في اللحظه دي ال2 مقاتل اللي معانا في من الجماهير زي 4 ولا 5 واحد جايبين لهم اكل
وجايبين لهم مويه لانه جبل فوق هو. فالجماعه طوفنا قالوا لهم اسقونا مويه، ادونا مويه قالوا لهم. فمن هناك الفسيله كلها بصوت واحد، ما نديهم زور دلهم يتعبوا كذبوا لهم، معناها يعني ما تدوهم مويه، مين اللي جاب لهم المويه عشان يقولوا ادونا مويه ويشربوا هنا؟ فكلمة طيبة سمعناها من زمكيل، قال لهم لو عندكم مويه ادوهم، لو ما عندكم صوبلوا. ايوه نحن يمكن لو ما كم واحد من المواطنين موجودين هناك ممكن ذاته ما يرجعونا، يعني لأنه هم وقتها يدي اللي كان فيها اغتيالات يعني. طيب هنا معلش باوز كده عشان نوقفك شويه. دم اخواننا، ايه هي دم اخواننا بالنسبه للمشاهد عشان يفهم؟ ما هم قال نحنان على مانان، ما كانت تقول الجبهه قتلت المسيحيين، وسريه قديس قتلت الجبهه، مزارعين من كبسه نزلوا في القاش قتلتهم الجبهه. ده الدم بتاع اخوان، هم يعني يطلبوا الجبهه الدم يعني. طيب اعذرنا حنسالك سؤال بعد المرحله دي، سريه قديس باعتبار انها هي احدى القضايا، لكن اخليك تواصل في الموضوع أيوة. وارجع وانبهك على خلاص نزلنا بنفس الطريق اساس ما موجود، ما موجود معاهم. أيوة. نزلنا نحن، سبتوا له رساله؟ سبتوا له؟ لا لا ما سبنا، نزلنا تحت ونحن نقول هم يقولون لنا موجود في كبسة يعني، وإحنا كبسة نص الجبل وطلعناه، كنا في وينا اللي هي وينا منطقة العشومة هي، ومن فوق رأس عد هو. يلحقنا منادي الواحد جاري ويقول لنا تعالوا هنا موجود صالح علي شيخ اللي هو صباح الخير. صباح الخير. أيوة لقاه في منطقة اسمها بحر بارة. هو صباح الخير دكتور هو بتاع المنطقة، الجبهة كلها ما موجودة بس صباح الخير وواحد معاه جندي يلف في الحلال والقرى عشان لو في علاج ولو اسمه يدوهم واسمه. جينا ولقينا أسياس ومجموعة معاه حوالي يمكن 15 واحد واسمه، تذكر منه اسمه؟ ما بعرفهم انا، ما بعرفهم جايين من قديس جايين من اسمي. اصلا اللي يجي من قديس واللي يجي من اسمره كان ينزل لعشومه في بحر باره يعني. ايوه هناك يدوهم عندهم خطير معنا. ايوه هو بس من اسمره تطلع لعد نفاس اخريا عد نفاس راس عدي، من راس عدي تنزل الجبل تلقى نفسك في وينا بحر باره اجناد. نعم. فانتظركم في في بحر باره كان بحر باره. ايوه خلاص كان عندنا رساله له، اديناه الرساله. العفو معلش، هنا كان لقاء فيه شحنه قاطبه من هناك فوق. ايوه ايوه فحسد الوقت طبيعه الشحنه اللي جيتوها هنا كيف كانت؟ لا والله هو ما كان في، هو العداء واضح، هو ما 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 يعني مرحبين بينا اصلا يعني، وده من سياس ومن معاملته. انا واحد عرفته منهم اللي هو سلمون ولد مريم، سلمون تم اغتياله في جبهة شعبية. ايوه سلمون ولد مريم ما قلت لك في الاسميه، كان عاوزين يكلفوه بان يكون قائد العصابات وهو رفض، ولما رفض الجبهة اعتقلته طبعا لأن أوامر هي دي، كان معتقل وفكوه مع المؤتمر مع نهاية مؤتمر عواته. وقالوا له وين عاوز تمشي؟ قال عاوز أمشي السودان، وأنا من مؤتمر عواته بعد ما خلصنا لازم أمشي كسلة عندي حاجات أعملها وأرجع، قالوا له يمشي معاك كسلة. تعرفنا في الرحلة بتاعت 3 أيام اللي من عواتي لكسلة، حتى لقيت هناك هو مشى من كسلة الخرطوم، من خرطوم بورسودان وطلع
من برشلونة رجع لهم. رجع لهم. رجع لهم. وأنا ما بعرف يمكن أسبوع ولا 10 أيام خلصت شغالة في إيه، وبعدين منها تحركنا لعائة عشومة. لقينا في عشومة. خلصت شغالك فين؟ في كسلة. في كسلة. في كسلة. أوكي. ما كان في أوراق وحاجات اللي أيوة. اسمها ناخذها تطبع وتعمل. لما جينا عشومة شفته هو الوحيد اللي عرفه. أيوة عرفته. سلام ود قدم كيف حالك وكذا واسمه. من عنده مسانة ونتال لك مزيوم. على طول كذا. أيوة. أيوة. دحين قلت له سياسة دينا وقال لنا سياسة صفها المؤتمر. المؤتمر. اللي حنأخذه يعني. نحن دعوة للمؤتمر هي. حول المؤتمر. أيوة المؤتمر قال لنا انتهي إيش من مؤتمر. نتوم زد مصلكم كتوم صيح هتجيبوا الناس اللي يسووا تليكم وتكون انتم قيادات وتنتهي المسألة يعني مسألة مؤتمر زي ما تقول هتعمل حاجة مزيفة يعني دحان نزيب وانو ربي وخلاص انا دب دب بصيحات ان الله بعد كده انا حرد بطريقتي حرد عليكم بطريقتي ايوه بطريقتي من هناك نحن تحركنا معلش رجعنا حوقفك في الحته دي للتاريخ يعني ايوه انت كان معك ابراهيم حمد لا ابراهيم مش حمد أيوة. احمد ناصر بس احمد ناصر انت احمد أيوة. ناصر احمد جلست معهم ناقشتوهم لا لا ما أنا هو ذات اسمين احمد ما اشترك هم اسمين اللي عندهم بس عشاني عشانك انت عشان النادى السياسي ابراهيم يعرفك النادى هلا ايوه عارفين انه رئيس اللجنه او اسمه ابراهيم هو عضو لجنه تحضيريه يعني. ايوه فاللقاء كان معك انت معاي وخلاص منها احنا في منطقه ما في اي فرص للحوار ما في في منطقه العشومه دي كنت ذكرت مره في اسمه عمر ادحنه راجل عنده لجنة زمان بتاع جبهة وبعدين بقى بتاع قوات التحرير الشعبية ومن الأمناء بتاعتهم فلما جينا أول يوم بالليل استقبلنا هو سمع يقول إبراهيم قدم إبراهيم قدم قال فسأل لي صالح شو يعرفه صالح اللي قدمنات مقدم بعته قال لي قدم حقنا ولا هو قدم أيوة. هو قال له قدم حقكم هو ده فالراجل يعني انت ود ابويا محمود انت قال لا يقول ايوه قلت له خلاص صباح كم بيت موجودين ما في ناس كثيره لانه الوقت ما كان الحوال تطلع هناك حماسين فوق فقال لي ده في من ابناء خالتك اسمه كلهم هنا مكانه هسه ما موجودين طيب قلنا لهم عاوزين اجتماع معاكم ده اللجنة في عشومة رفضوا عشومة رفضوا رفضوا على أي أساس ما نجتمع معاكم خلاص مع قوات التحرير هم أعلنوا قوات التحرير أيوة قوات التحرير عشان كده قالوا ما نجتمع معاكم في دي معلش بس عشان الصورة تكتمل لا أيوة ما هي في جغرافيا دائما بالمرحلة السياسية والجغرافيا الاجتماعية هنا تكونت يعني عشان المشاهد يفهم الصورة وين المدى أو المساحة اللي كان يتحرك فيها أسياس أو سلف ناس النت والجماهير اللي كانت ولاء لل أيوة المنطقة عشومة هي أيوة والولاء مش لسياس لقوات تحرير شعبية لقوات تحرير هو لقوات تحرير شعبية أيوة لأن أبناء العشومة أيوة. كتار منهم كانوا في قوات التحرير الشعبية ضواحيهم يعني. من شمالهم ومن جنوبهم أيوة فوق منهم أيوة. لما تمشي قول ساعتين وتطلع الجبل حتلقى كارنشيم حماسين اللي هو أيوة. قازين وعزين أيوة. وسعدي أيوة. تحتهم تحت منهم هي نفس البحر الأحمر أيوة المكونات الثانية أيوة. في العسوس شبح أيوة جمهوت عائلة مايوعوي كده ودينا لغاية البحر
ايوه مع الأسماء. عشومه. أيوة. من الاسماء انت لما تمشي من عشومه لما تطلع تجي في بلد يسموه بلد عاد احا، عاد اللي هم اصحاب المواشي يعني. أيوة. وديل هم ناس حام التركي والاسمي ديل منطقتهم هي شن حام التركي؟ ايوه شبح شبح. أيوة. من شبح قدقد. قدقد هي منطقة زراعية الناس تنزل من فوق المنسع يزرعوا فيها. من قدقد تفوت تجي في شعب. شعب هي المنطقة اللي فيها بر عرب. بر العرب. بر عرب هم الناس السعوديين اللي جو من السعودية غير الرشايدة. وصف ده بالتجري؟ بر عربي. بر عرب. بر عرب. ايوه. ديل في شعب عندهم قرى اسمها تيلوك بسيس ما بعرف. فلو تتذكر في جدة كان في واحد من الكفلاء اسمه محمد البسيسي. محمد البسيسي من شعبه. سعودي لكن. سعودي ما هم البر عرب سعوديين هم. سعوديين هم كلهم. كلهم وكلهم مزارعين. المنطقة دي من شعب. وانت ماشي لغاية دوقلي قريب من مسوى. أيوة. اللي يزرع الخضروات. هسه احنا قاعدين نتكلم عن سمهر. ايوه ايوه سمهر. أيوة. بالمنطقة دي بتاع دوقلي مع عطال. وهنا بعدين في شعب. اللي يزرعوا هم المواطنين الإريتريين زايد البر عرب. هو البر عرب عندهم قرى بتاعتهم بأسماء حقهم. منه لو اتجاه البحر مشيت تمشي وقيره. لكن انت لو طلعت من مسوى بعد رأس مدر لا مش بعد المنطقة اللي دلوقتي عاملين فيها بتاع التوريزم منها امبيرمي. أيوة. من امبيرمي وقيرو، من وقيرو أباررة قاعد محليب ومارسة بلبوك ماشي اللي مارسة تكلاي. أيوة ماشي انت. أيوة. لنهاية. أيوة. الساحل يعني. أيوة. طبعا ده تصوير سينمائي أروع منه ما في لجغرافية. فنحن يعني في المنطقة دي ما كان في قبول عشان يجتمعوا معانا وعشان نختار منهم ناس يشاركوا معانا. رفضوا المنطقة دي كلها. رفضوا الاجتماع معانا يعني. وهنا لسه مستمر أحمد ناصر معاك. أحمد معاي. طلعنا من أقناد مسافة بتاعت ساعتين أو ساعة وشوية بقليل. بالليل ما نقدر نمشي. لقينا بيت واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. رحب بينا الراجل وجاب لنا موية وهو وزوجته عشان سلاحكم معاكم كله. ايوه القطعتين اللي ما ينفعوا ديل. ما سلاحه. بعدين جانا ولده صغير يمكن وقتها 6 7 سنوات ممكن يكون. فأحمد ناصر يحب اسمه مع الأطفال يعني. من اسمك؟ قال لي اسم سعيد. قال سعيد. سعيد من؟ سعيد أبعري. كويس. قال لي أحمد يا أخي نحن تعبنا وزق إني سلمت. قال لي خلاص جيت يا أبي. أيوة خلاص تعبنا وإني سلمت. الولد استنفر. لا قال لي يتسلموني. من يدي؟ قال له احمد. قال له انتوا افضل هنا معانا ازرعوا معانا والسلاح ياخذوه ناس ابوي ويمشوا. يمشوا يحاربوا. ايوه. نحن ذات وخلاص يعني بقينا في حاله نفسيه. لما سمعنا الكلام ده يعني قلنا ربنا يحفظ الولد ده مسيره بعدين ايش حيكون. ف مرحوم أحمد كل ما نتقابل وتجي سيرة الرحلة بتاعنا دي يا رب الولد داك موجود ولا لا يقول له كل مرة يعني. فمن هناك نحن رجعنا وعملنا الانتخابات بتاع الفروع دواحي كرن أجرب. طيب لا هسه احنا سيبنا سمهر متجين عن سمهر. أيوه. أوكي.
عن سبأ عن طريق منسع نزلنا في منطقة. لا الطريق ده كمان خلينا نمشيه مع بعض أيوة المناطق اللي أيوة نحن بالطريق ده عندك فيه كذا اسمه اختيارات، في لابا خور ينزل من قلب، وفي ما يقوله ينزل من جبال منسع برضو، واحد منهم تمشي حتلقى تلقى نفسك في قلب فيها طور سراويت، ومحلاب منا شوية فيها طور سراويت، ديل بيت شعقن وبيت بيت أبرهة هما. البيوت أيوة لا القبيلتين القبيلتين قبيلتين، قبيلة ناس زر مريم هم بيت شحكن بالشحكن. أيوة وفي قبيلة بيت أبرهة في قلب في الجلب. قلب، ودي المقر بتاعت البروتستانت، اوكي فيها كنيسة بتاع البروتستانت بروتستانت. ومدرسة بتاع البروتستانت. محلاب فيها كنيسة بتاع كاثوليك. محلاب أيوة مع أنه النسبة بتاع المسيحيين قلة خالص يعني ما تذكر، لكن من ضمنهم زر مريم عزازي وميكيل حساسي. كاثوليكي ميكيل حسامة كاثوليكي أيوة كاثوليكي ميكيل حسامة ابن عمه هو. ديل أساسا أولاد كنتيباي أفتاي هم يعني ديل أولاد أفتاي أفتاي ده اسمه بتاعت المنسع بيت شحكن. فانت لو نحن طبعا ما عاوزين نمشي قلب، اخذنا ما يقوله طلعنا اللي ما يقوله لو قريتت من وقريتت قربت من قربت رورا منسع. رورا منسع فيه كذا قريه مزابات مرات وكده، منا يا تنزل اتجاه الى برعد يا تنزل في بيجوك يا تنزل كمان في منطقه اسمها جربب مناطق البلين هو دلوقتي. من فوق هنا عندك المنسع، تحت منهم المويه بتاعتهم اللي تجي في البلين في اجرب. كان هناك سريه عبد الله ديغول الله يرحمه. المنطقه دي حسا اجريتوا فيها ده بتاع جبهه انتخابات. ايوه اوكي. سريه ديغول كان ديغول رئيس قائد السريه وقائد المجموعه الاولى فيها او الفصيله الاولى فيها المرحوم عثمان محمد الله يرحمه. ايوه ليل عملنا انتخابات فيهم وعملنا انتخابات في الجماهير اللي في المنطقه. ايوه ومنها تقطع عنسبه تجي باب جنجرين، ومن باب جنجرين تنزل لبركة في اتجاه مجلل وشلاب ودبر سالة. يعني دي جغرافيا مكتملة، ونكتفي في هذا الجزء في هذا الفاصل، ونستودعكم كما نقول دائما أسعدتم مساء وأصبحتم إلى أن نلتقي في تواصلية قادمة. المجموعات دي لما جات ويمكن في حدود السرية قدر إيه ما بعرف أنا 90 بعد المؤتمر، في وفود كانت تجينا من الأثيوبيين، لكن قبل ما فكان يقول للشعب نحن ما زي الجبهة ناكل منكم، نحن حتى لو أكلنا ندفع فلوس. اللي لحقوا بيهم اعتقلوهم وكانوا معتقلين بعدين فكوهم.